بنشوف لوفي وسانجي وجيمبي وهم بيجروا على السلالم عشان يطلعوا الكايدو، لكن بيسمع سانجي صرخة واحدة بتتضرب، فبيضطر سانجي ينفصل عنهم عشان يروح لها. وهم بيكملوا طريقهم بيشوف سانجي خيال من المبنى اللي قدامه ان في راجل بيحاول يتحرش بواحدة. طبعا عمنا سانجي عنده مبدأ، لو انا اتحرشت عادي لكن لو حد تاني هطلع عينه، وفعلا ده اللي بيعمله سانجي وبيكسر الباب وبيدخل عليهم، لكن بيطلع ان ده كمين وبيمسكوه بخيوط عنكبوت، والبنت والراجل اللي كانوا بيتحرشوا ببعض دول بيضربوه وبيربطوه كمان، وبتظهر واحدة من الطوب روبو هناك وبتفضل تعزف لسانجي كلام مؤثر عن الحب والجمال. وطبعا سانجي بيقع في غرامها على طول يعني، لكن بيقول لنفسه ركز دول عاوزين يقتلوك. نرجع لكايدو وهو قدام الاغماد التسعة وكلهم مهزومين على الارض، ولكن كيمون بيقف تاني وكايدو بيهاجم عليه وبيطيره بعيد. نرجع لكوين ولسه بيضرب بالفيروس اللي معاها على الساموراي، بنلاقي زورو بيهاجم عليه وبيكسر السلاح اللي معاه كمان. بيقف زورو بيقول له انا مش جاي هنا عشان العب، انا جاي هنا عشان اقطع كايدو الراجل اللي اتوصف بالاقوى في العالم. وفجأة زلزال بيحصل وهم واقفين في المكان كله، وبنشوف ان كايدو عمل سحابة على قلعة انغوشيما وبيرفع فيها للسماء، وبنشوف ياماتو هي اخيرا بتقدر تخرج من القلعة ومعها شنوبي ومومونوسكي ومش عارفين رايحين على فين. نرجع لروبين وهي بتقول لزورو انها كمان شافت كيكي وهي بتقع وبتحاول تساعده هي وبروك عشان يطلعوه عند كايدو، لكن بتحاول الوحوش دي انها تهاجم عليهم. لكن وفجأة بيجي ماركو وبيضربهم بالنار الزرقاء اللي معاه وبيطيرهم بعيد عنهم. بيسألهم ماركو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مش المفروض انكم انتوا اللي هتحاربوا كايدو؟ بيرد عليه زورو بيقول له والله مش بمزاجنا يعني، عاوزين نطلع لكن مش عارفين. نرجع لياماتو وبتكون رايحه تاخد سفينه عشان تروح بلد وانو عشان يستخبوا هناك يعني، لكن بتشوف ان مفيش سفن ومفيش بحر كمان، وبتعرف ان كايدو ابوها رفع الجزيره كلها بسحابه التنين بتاعته ومتجه لبلد وانو. نرجع لكايدو وهو بيقول خلاص مفيش حاجه اسمها بلد وانو تاني، بل هتكون جزيره انغوشيما. نرجع لوحوش الجليد وهي عماله تهاجم على الساموراي او اي حد في وشها، وبيقول لهم تشوبر انهم لازم يدفوا نفسهم بالنار عشان ده بيمنع انتشار الفيروس في الجسم، لكن ما بيكونش فيه نار كتيره في المكان، لحد ما ماركو بيرمي نار على تشوبر وبنشوف تشوبر وهو عمال يصرخ من الالم، لكن بنعرف بعدها ان النار دي بتكون بارده يعني الشخص ما بيحسش بيها. وبيطير ماركو في الهواء وبيولع فيهم كلهم، ووحوش الجليد بيرجعوا يستعيدوا وعيهم تاني، وبيقول ماركو لتشوبر ان النار دي مش هتدوم على طول لكنها كافيه لحد ما تصنع علاج ليهم، وكله بيكون مبسوط من تشوبر اللي هيصنع علاج ليهم. بيقف كوين وبيقول لكل اتباعه ان التوني ده بيخدعكم وانه مش هينكس حد خالص فيكم، وبنشوف اتباعه تاني بيهاجموا عليهم من جديد، لكن بقى الساموراي اللي هناك بيتصدوا ليهم وبيحمي تشوبر، لحد ما بنشوف ابو بيقدر انه يقف تاني وبيكون عاوز ياخد العلاج من تشوبر وبيطير عليهم عشان يهاجم عليهم، لكن بنشوف ديريك بيتحول لديناصور بتاعه وبياكل ابو ببقه وبعدها بيرميه. نرجع للوفي وجيمبي وهم عمالين ينادوا على سانجي وهم ماشيين، لحد ما بيدخلوا في مكان كده وبيكون في اعداء اقوياء جدا. بيقول جيمبي لوفي ان هو يروح وهو هيفضل هنا. بعدها بنشوف فرانكي وهو عمال يهاجم على اتباع كايدو وبيدمر فيهم، لحد ما بيستخدم هجوم قوي جدا عليهم وبيطيرهم. وفجاه بنشوف ساساكي واحد من التوبي روبو بيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيهاجم على فرانكي، لكن فرانكي بيقدر يتصدى لهجومه. نرجع لياماتو وهي بتاخدهم لمكان بره القلعه عشان يستخبوا فيه، وبيطلع المكان ده اللي اتقابل ايس مع ياماتو في السابق. نرجع لسانجي اللي قدر يهرب من البنات دي لكن برضه بيطردوا فيه، لحد ما فجاه بنشوف واحده من التوبروبو بتمسكه من رجليه وبيكون اسمها بلاك ماريا وبتكون متحوله لشكل العنكبوت كده، وبيمسكوا سانجي وعاوزين يقتلوه. نرجع للوفي ولسه اتباع كايدو عمالين يطردوا فيه، ولكن هو بيقوم معاهم بالواجب وبيضربهم. بعدها بنشوف جيمبي وهو لسه بيقاتل اتباع كايدو، وبنقابل هناك هوز وهو بيكون متحول لقوه الوحش بتاعته اللي هي بتكون على شكل كت كده، وبيقول هوز انه مستغرب ازاي شيتشيبوكاي سابق ينضم لطاقم قبعه القش. بيساله جيمبي انت مين؟ بيقول له مش لازم تعرف انا مين. بينتقل المشهد لياماتو وهي بتحكي عن ايس، وبعدها بيحصل فلاش باك وبنشوف ايس وهو جاي على بلدوانه وبيكون معاه الطاقم بتاعه، وبيدخلوا قلعه انغوشيما لكن ما بيلاقوش حد هناك، وفجاه بنشوف ياماتو وهي بتطير عليه عشان تضربه، لكن ايس بيكون اسرع منها وبيضربها على طول، وبنعرف ان ده كمين واتباع كايدو بيطلعوا، وفجاه بيهاجموا عليهم كلهم لكن بيقدر ايس يولع فيهم كلهم، وبتيجي ياماتو تاني وبتهاجم عليه تاني وبيضربوا بعض ضربه قويه جدا بتزلزل المكان كله عندهم، وكل واحد بيعرف اسمه للتاني. وطاقم ايس بيشوف شويه اطفال مسجونين وبيحرروهم معاهم، وبيطلعوا الايس بعدها وبيقولوا له انهم مش لاقين غير شويه الجنود دول بس. بتقول لهم ياماتو ان ابوها طلع في رحله استطلاع واخد كل اتباعه معاه، وبتشوف ياماتو طاقم ايس وهو بيحرر الاطفال وانهم مش اشرار يعني، وبتقول لهم خدوهم وامشي من هنا قبل ما ابوها يجي. بعدها بيلاحظ ايس ان في
أساور متفجرة في إيديها، وبيعرف هو كمان إنها محبوسة وإنها مش متحررة زي بقية الناس، وبيمشي إيس مع الطاقم بتاعه وبيوصلوا على الشاطئ، لكن بيقول للطاقم بتاعه إنهم يودوا البنات دي لبلد وانو لأهلهم هناك، وهو شوية كده وهيرجع لهم تاني، وبيروح يقاتل ياماتو، وبيكون القتال ما بينهم هما الاتنين عظمة على عظمة. بيسألها إيس ليه شخص بقوتك دي ما تخرجش للبحر، بتعرفه إنها مجبرة على كده وإن أبوها الظالم كان كل يوم بيضربها، وهو اللي حط المتفجرات دي في إيديها عشان ما تخرجش من الجزيرة. بيغضب إيس جامد وبيدمر تمثال التنين اللي جنبها، وبعدها بيقعدوا مع بعض وبيشربوا وبيتصاحبوا كمان، وبيحكي لها عن مغامراته في البحر، وكمان بيحكي لها عن لوفي إنه في يوم هيطلع للبحر وهيكون أقوى قرصان عرفه التاريخ. وبعدها بنرجع من الفلاش باك وهي لسه بتحكي لشنوبي، بتقول لهم بالغلط إن كايدو يبقى أبوها. بيترعبوا هما الاتنين وبيقوموا يستخبوا بعيد عنها. بنشوف قتامة ومعها الكلب وكمان نامي وأسب، وكلهم بيخرجوا برا القلعة. نرجع لماركو وأتباع كايدو بيهاجموا مرة واحدة عليه، لكن ماركو ما بيصدش أي هجوم بسبب قدرته اللي عاملة زي فواكه اللوغيا كده. بعدها بيضرب أتباع كايدو وبيتحول للعمقاء بتاعته وبياخد زرعه عشان يطلعه على السطح، لكن بنشوف كوين وهو بيتحول وبيطلع مسدسات من بقه وبيضرب ماركو بالنار اللي معاه، لكن ماركو ما بيتأثرش بأي هجوم منه وبيروح هو يمسك كينج وكوين وبيرمي زرعه فوق السطح. بعدها بنشوف إن البيج مام وصلت هي كمان عند كايدو على السطح، وبتشوف الأغماد التسعة كلهم مهزومين جنبه. بتقول البيج مام لكايدو إنه ما يقتلش نيكي وروبين. بيقول لها ليه، هي بنتك من قبيلة الدي ذو الأعين الثلاثة، ما بتعرفش تقرأ النصوص القديمة ولا إيه الكلام؟ بتقول له بدون لا لسه، بس أنا مش هستنى لما تفعل قوتها الحقيقية. بيقول لها طيب ماشي خلاص. نرجع لقبيلة المينك وهم واقفين قدام السل اللي طلع منه لوفي عند كايدو، وقبيلة المينك بتحارب أتباع كايدو هناك عشان ما يطلعوش وراه، لكن وفجأة بيلاقي لوفي جاي من ورا الجنود وبيهاجم عليهم، وبيطلعوا إنهم بيحرسوا السلم اللي لسه مطلعش عليه أصلا. شفت الكوميديا قد إيه؟ طبعا لوفي بيضربهم كلهم وبينقذهم وبيسلم عليهم وبيكمل هو كمان في طريقه. نرجع لكايدو والبيج مان بتقول له إنهم خسروا أتباع كتير في المهرجان ده، بيعرفها إن من السهل إنهم يحصلوا على عبيد تانيين، وبيتخيل لما يحط قلعة أونغيشيما ببلد وانو هتبقى عاملة إزاي. بتقول له البيج مام هو البونجليف الأحمر هناك، بيقول لها آه كده أخيرا ظهرت على حياتك، أنت جاية المسافة دي كلها عشان النصوص اللي على البونجليف عندي. بتقول له لا طبعا، وبعدين ما تستهنش بيا، أنا لسه بعتبرك أخويا الصغير، وأنت أكيد فاكر يوم انهيار طاقم الروكس في جزيرة غود فليه، وإديتك فاكهة الشيطان بتاعتك اللي اسمها سمك سمك، إيه الاسم ده من تنين لسمك؟ المهم بتقول له إنك هتفضل مديون ليا مدى الحياة، صحيح يا كايدو؟ بيغضب كايدو بيقول لها خلاص خديه وبعدين نتكلم. نرجع لياماتو وهي بتدي مذكرات أودين لمومونوسكي، وبتفضل تفتكر إيس وهو إنه وعدها إنه هيرجع تاني لبلد وانو، بس عرفت بعدها إنه مات. نرجع لكابتن كيد ومعاه كيلر، وأخيرا بيقدروا يوصلوا عند كايدو والبيج مام وكمان لو وزورو هما كمان، وبيقول له إنه مش شايف لوفي هو فين، وفجأة بنشوف لوفي بيكسر الباب اللي بيطلع منه على السطح. وبيوصل اخيرا عند كايدو والبيج مام وباقي التحالف بتاعه، وبيبص كده وبيشوف حاجه وبيروح عندهم، وبيمشي بين اتنين من اليونكو. شفت الثقه قد ايه؟ وفي مشهد صادم بنشوف كيمون وباقي الساموراي وكلهم الدم مغطيهم. بيمسك لوفي كيمون وبيساله انت بخير، وبيقول له انه اسف ان اتاخر عليهم. بيقول له كيمون لا بل انا اللي اسف، انا محرج منك ومن اودين سما، هقول له ايه لما نتقابل بعد كده هناك. كيمون بيقصد انه بعد ما يموت يعني. لوفي ارجوك اهزم كايدو وحرر بلد وانو. بعدها بيجي كايدو وعاوز يضرب لوفي، بيقول لوفي اللو انه ينقل الساموراي كلهم لتحت، وبيهاجم كايدو عليه، لكن لوفي بيتفادى الضربه وبيهاجم هو عليه. بيفتكر لوفي تدريبه على هاكر ريو، وبيبدا يركزه جوه جسمه وبيفتكر كل الساموراي اللي بيحاربوا معاه وان هو بيحمل كل الاراده بتاعت الناس دي. وبيضرب كايدو ضربة قوية جدا بتدفنه في الارض. بعدها بيقف تاني قدامهم وبيقول ان اسمه مونكي دي لوفي، الراجل اللي هيتغلب عليكم كلكم، انا الراجل الذي سيصبح ملكا للقراصنة. بنشوف بعدها ان كايدو بيجيب دم من بقه بسبب ضربة لوفي، بيستغرب ازاي هجومه فعال ضده، بيقول هو ايه اللي اتغير من يوم ما هزمته اول مرة. بيقف كايدو بيقول ان في بعض الاشخاص هم اللي كانوا يقدروا يقتلوه، بس افهم من كده يعني انك زيهم او انك جيد بقدرتهم. بيقف كايدو ولوفي بيفعلوا الهاك الملكي ضد بعض. بعدها بيهاجم كايدو على لوفي ضربة قوية جدا، بيحاول لوفي يتفاداها لكن بيتصاب منها برضه. بتهاجم البيج مام هي كمان على لوفي بالشمس اللي معاها، لكن بيجي زورو بيقطع النار باسلوب السيوف بتاعته اللي بيكون نسخه من كيمون. بيقول لزورو لوفي ما ترخيش دفاعك ولو للحظة، انت بتواجه اتنين من اليونكو. نرجع لساندي وهو لسه مربوط عند بلاك، وكل شوية تقول له كلام حلو وبتحاول تغريه، لكن بيقدر يحرر نفسه بالنار اللي في رجله، ولكن ما بيكونش عاوز يمشي من هناك. نرجع لكايدو وهو بيهاجم على لوفي،
لكن بيقدر لو انه ينقذه في اخر لحظه. ولكن البيج مان بيتهاجم عليهم وهم بيتخانقوا مع بعض. لكن بعدها في مشهد كوميديا بيقفوا هم الثلاثه وبيقولوا اللي هيهرب من الهجوم ده هيكون جبان، وهم زي الهبل بيستقبلوا الهجوم كله وبينفجر فيهم كمان. بعدها بنشوف زورو هو بيستعد هو وكيلر، وكايدو بيقف قدامهم هو كمان، والاثنين بيطيروا عليه بسرعه جامده جدا، وكايدو بيحاول يضربه لكن بيتفادوا ضربته وبيضربوه وبيقدروا يجرحوه كمان. بعدها بنشوف السلاسل المرح بتوعنا، وبنشوف لوفي هو بيتحول للمحرك الرابع، وكمان كيد بيجمع الحديد بتاعه وبيعمل وحش كبير جدا، ولو بيطير في السماء وبيعمل صخور جنبه كبيرة جدا، وبيقفوا كلهم مستعدين لمواجهة اليونكو كايدو. كايدو بيقف بكل فخر وبكل قوة وبيقول لهم يلا وروني قوتكم كلكم. لوفي بيهاجم عليه بضربة قوية جدا بتطيره بعيد، وكيد بيلحقه وبيروح يهاجم عليه بهجوم قوي هو كمان، ولو بيطير والصخور اللي جنبه بينزلها عليه بهجوم قوي هو كمان، وكلهم بيضربوا دفعة واحدة. بيقف كايدو تاني وبيقول ان ضرباتهم كانت قوية وبتفكرني بالاشخاص اللي حاربتهم قبل كده. بعدها البيج مان بتتدخل هي كمان وبتقف قدامهم، كايدو بيبدا يتحول هو كمان لشكل التنين بتاعه، وبتقول لهم البيج مام انها عارفه ان كل شخص فيهم بيمتلك نصوص من البونجليف اللي بيودي لجزيره رافاتيل، لكن بعد ما تقتلهم هتستولي عليهم كلهم. بيرد عليها كيد وبيقول لها احنا في انتظار المحاولات بتاعتك، وبيطير كايدو في السماء وبيعمل عاصفه جامده جدا وبينزل عليهم النصل القاطع بتاعه، لكن بيقدر زورو وكيلر انهم يصدوها بكل سهوله. وبنشوف لوفي وهو بيضرب كايدو ضربه قويه بتبعده شويه، وكمان كابتن كيد بيهاجم هو كمان وبيضربه وبيدفن راسه في الارض. وبعدها كايدو بيقوم يقف تاني، لكن لو بيطير عليه وبيضربه بهجوم من داخل جسمه بيخلي كايدو يصرخ من الالم، وبيضطر كايدو يهاجم عليه عشان يبعده عن جسمه. بعدها بنشوف كيلر وهو بيطير على كايدو وبيهاجم عليه بالسيوف بتاعته، وبيقدر يجرح كايدو من داخل جسمه برضه، لحد ما البيج مان بتضربه بالرعد بتاعها وبتوقعه على الارض. بيهاجم كايدو على لوفي بهجوم النار بتاعه، لكن زورو بيجي وبيقسم النار بتاعته تاني. بيقف زورو بيجمع كل قوته في سيف اما وعاوز يهاجم على كايدو. بتحس البيج مان بقوته وبتقول لكايدو ان يتفادى الهجوم ده عشان شكله قوي جدا، حماس من كل مكان. سيبكم من الملخص وخش شوفوا الحلقه هتعجبكم جامد جدا. بعدها زورو بيهاجم عليه بهجوم قوي جدا، ولكن كايدو بيتفادى الهجوم بتاعه وبيقول كايدو ان حس بحضور اودين، لكن مفيش وقت، والبيج مان بتضرب زورو بالرعد بتاعها وبتبدا تضرب في المكان كله بالرعد، وفي رعد بيهاجم على كيد وبيقدر يصيبه هو كمان، وكمان لو بيتصاب هو كمان. بتشوف ان البرق ما بيأثرش بلوفي عشان هو مطاط، وبيروح كايدو يهاجم عليه بالنار بتاعه، لكن لوفي بيقدر انه يخرج منها سليم وبيطير يهاجم على كايدو ضربات سريعه ورا بعض، وكايدو مش عارف يصد ولا هجوم منه، والحلف كله واقف مصدوم من الهجمات الجباره دي، والبيج مام هي كمان مش مصدقه اللي هي شايفاه، لحد ما لوفي بيتعب جامد وبيتوقف، لكن بيجمع اخر ضربه ليه وبيضرب كايدو ضربه قويه جدا بترزعه في الارض، وباقي جسمه هو كمان بيبدا يقع على الارض، وبيحصل زلزال في المكان بيخلي كل في قلعه غوشيما بيحسوا بيه. بنشوف كايدو وهو بيكون فاقد الوعي ومرمي على الارض. بعدها بنشوف لوفي وهو بيرجع لهيئته الاصليه، لكن بيكون تعبان جامد بسبب تحويله للمحرك الرابع، وبعدها يفقد الوعي. بعدها بنشوف البيج مام وهي بتهاجم عليهم، لكن زورو بيقدر يتفادى هجماتها وبياخد لوفي وبيهرب، وبيروح له يهاجم على البيج مام بضربه قويه جدا. وكيدو كيلر عاوزين يهاجموا على كايدو، لكن بيلاقوه بيقف تاني وبيعمل اعاصير كبير في المكان، وبيجي اعصار وبياخد لوفي وزورو هو كمان، وهو في الاعصار بيجي كايدو وبيبلع لوفي جوه بقه، لحد ما زورو بيقدر يقف على الارض وبيجمع كل قوته وبيجهز سيوف الثلاثه في ايديه وبيطير على كايدو وبيهاجم عليه، وبيقدر يقطع كايدو وبيخرج لوفي من بقه. اللي بيقف مصدوم من زورو ازاي قدر يقطع كايدو وهو في حالته دي. بيقف كايدو بيقول ان ده سيف من سيوف ايدين، وهو ده نفس الشعور اللي حس بيه قبل كده لما اتحارب معاه في السابق. بيرجع كايدو بيهاجم عليهم باسلوب النصل بتاعه تاني وبيدمر المكان كله. وبنشوف الساموراي وهم كمان لسه بيحاربوا اتباع كايدو، وبيظهر مجموعه من السايفر بول تحت قلعه اونغيشيما وبيكونوا شايفين هم كمان كل حاجه. نرجع للوفي وبيكون تعبان جامد، وبنشوف كايدو وهو بيرجع لشكله الاصلي. بعدها بنشوف اوتاما وهي بتكون عملت دونغ كتير وبتديها لسبيد عشان توزعها على الاشخاص اكلين فواكه السماير وتروضهم ليها عشان يحاربوا معاها ضد كايدو، وفعلا لسبيد بتاكل كل الموجودين في المكان الدنغ اللي معاها وبيكونوا من اتباع اوتاما. وبنشوف نامي اوسف اللي بيساعدوا اوتاما انها تجند اكبر عدد ممكن من اتباع كايدو. بعدها بنشوف ابو وهو لسه بيحاول يهاجم على الساموراي عشان عاوز ياخد العلاج منهم، وبيبدا مفعول النار تطفي من على وحوش الجليد وبيهاجموا على الساموراي. نرجع لفرانكي وبيهاجم على ساسكي، وفرانكي بيضرب ساسكي بالنار اللي معاه، لكن النار ما بيكونش
بيكونش لها تأثير عليه، لحد ما بيهاجم عليه وبيشيله وبيرميه بعيد، وبيجي أتباعه وبيمسكوا أعضاء فرانكي الآلية عشان ساسكي يهاجم عليه، لكن بتيجي نامي ومعاها أوتاما وشوية من أتباعها وبيهاجموا كلهم على أتباع ساسكي وبيمسكوهم كمان، لحد ما بتيجي أوليتي وبيج وان وعاوزين يهاجموا على نامي، لكن بتقدر نامي إنها تضربها بهجوم الرعد بتاعها وبتبعدها عنها. وأوسب بيأكل أتباع ساسكي الدنغ اللي معاهم، وبيروحوا أتباع ساسكي معاهم هما كمان. بيقف فرانكي قدام ساسكي وبيقدر يضربه ضربة قوية جدا. نرجع لسانجي وبنشوف بنت مع بلاك، والبنت دي عندها قدرة إن لو حد اتكلم بصوت عالي كل اللي في قلعة نوبوشيما هيسمعوها. طبعا هي عاوزة سانجي ينادي على روبين عشان يمسكوها. نرجع لماركو وهو بيحارب كينج، لكن بيقدر كينج إنه يضربه وبيبعده عنه كمان. نرجع لكاروتو وواندا، وبير وبيس بيجمدهم بالحلوى بتاعته وبيفضل يضحك عليهم لحد ما كاروتو بتقدر تسخن الحلوى بالكهرباء بتاعتها وبتحرر نفسها وبتروح تحرر واندا هي كمان، وبيهاجموا عليهم الاثنين، لكن بيقدر يصد هجومهم وبيعمل وحش كبير جدا وبيهاجم عليهم. نرجع لهاغورو وبيكون اتصاب من وحش الجليد، لكن بيحاول يقاوم لحد ما تشوبر يصنع العلاج، وفجاه بنشوف هاغورو وهو بيتحول من كزم الراجل عملاق. نرجع لسانجي وهو بينادي على روبين انها تيجي وتنقذه، وفجاه بتيجي روبين وبتضرب بلاك ماريا. هنعرف ايه اللي هيحصل، ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. طب يا جماعه شكرا جدا 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 على 20,000 مشترك، وشكرا جدا على الدعم الخرافي ده والتعليقات الجميله وكل حاجه بتقدموها لي والله. ما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.